حلقة جديدة من عمال إيدين. زي ما تعودنا ووصفاتنا كلها حلوة، هنعمل مع بعض النهاردة تورتيلة الأفوكادو، وهنعمل ستيك سالد حلوة جدا. نطلع فاصل ونرجع على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف معانا ايه هي الوصفه اللي هنعملها دلوقتي. وصفه حلوه جدا، سهله سريعه، وكمان مفيده جدا، مغذيه، فيها كل الفيتامينز اللي احنا محتاجينها. تعالوا نشوف ايه هي. هنعمل تورتيلا بالافوكادو. تعالوا نشوف ايه هي مقادير. عندي عيش التورتيلا، ممكن ابدله بالعيش الشامي لو مش موجود عيش التورتيلا، نبدله عادي بالعيش الشامي. ممكن نجيب الحجم الكبير او الحجم الصغير اللي ايه متوفر عندنا. ومكعبات جبنه فته، عندي الأفوكادو، بطاطا مكعبات، البطاطا دي شوينها في الفرن، وعندنا النعناع والفاصوليا الحمراء. تعالوا نشوف سهولة الوصفة وقد إيه بتكون جميلة جدا. وكمان مش كل الناس بتحب الأفوكادو، فدي بنتوه كده يعني، نتوهه جوه الأكلة، مش إيه، مش هنحس بيها قوي. بصوا بقى ده. بصوا حلوة ازاي، والتقطيعات بقى يا سلام، لو تخلوا أولادكم يشاركوكوا فيها هيتبسطوا قوي ويحسوا ان هم عملوا حاجة. فدايما ايه البيت كده يشارك معاكم. وهحط الأفوكادو اهو. بصوا بقى الجمال، وايه اللي عايزه اقول لكم، النعناع جوه الاكل بيبقى طعمه حلو قوي، ومش كل الناس بتستخدمه. وهتنيها كده، وايه اهو كده، نجيب واحده تانية. سهله قوي قوي قوي، بس مفيده، طعمها بيكون حلو مختلفة، وده اللي احنا دايما دايما عايزين نكون بنعمل حاجات مفيدة ومختلفة، وولادنا كمان يساعدونا فيها. وهي دي حلوة قوي، ان ولادنا ممكن يخشوا معنا المطبخ ويساعدونا، مامتك، جوزك كده يعني، نخليهم ايه يلعبوا معنا شوية في المطبخ. اللي يقطع البطاطا، واللي يقطع الجبنة كده يعني، نبقى مع بعض شوية، نقشر حاجة كده. فدايما دايما الولاد بالذات بياخدوا ثقة جامدة جدا لما يحسوا ان هم عملوا حاجة. فتخيلوا لو انتوا اديتوهم مهمة وقلت لهم يلا انت دلوقتي عليك ده، او انت النهاردة هتعمل كده في المطبخ معايا، بيتبسطوا جدا يعني. حتى لو هي حاجة بسيطة بالنسبة لك او بالنسبة لك، بس الولاد بجد بيفرق معاهم قوي، بيحسوا ان هم ليهم دور، ليهم لازمة. فدايما عايزين ايه، ان احنا نحسسهم ان هم ليهم دور معانا في البيت، ودور كمان فعال، حاجه احنا بنحبها وهنعملها. اهو بصوا بقى، نحط كده النعناع اهو، وهدخله بقى الفرن كده. طب نعمل واحد كمان، معانا مقادير، نعمل كمان واحد علشان لما يتحط ويتقدم. ولو بقى كمان جاي لنا ضيوف، دي من الحاجات اللذيذة جدا المختلفة متنوعة اللي ممكن نخليهم يجربوها، حاجة جديدة مش هتلاقي كل الناس بتعملها، بس هي بتكون جميلة جدا كده. وفي وقت الصبحية يعني بيكون حلو قوي، كبرانش أو إيه، كفطار، ممكن كعشاء، سناكس يعني، بيطلع حلو جدا ومختلف، الناس فعلا هتحبه. ونعمله بقى غموس لذيذ، ممكن جبنة كريمي، ممكن ساور كريم، ممكن أي غموس إحنا حابينه من الصوصات على طول نعملها أهو. تعالوا بقى ندخلها الفرن مع بعض، ندخل الفرن ونطلع الفاصل بتاعنا.
هسيبها لحد ما تاخد وش كده حلو والجبنة من جوه تبقى سايحة شوية، وبعد كده نرجع إن شاء الله ناخد فاصل ونجيب الوصفة التانية معانا ونجيلكم على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف معانا التورتيلا بقت شكلها حلو ازاي، افوكادو معاها جبنه الفتة معاها البطاطا قد ايه حلوه والفاصوليا البيضة. تعالوا بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه دلوقتي. هنعمل الستيك، هنعمل ستيك سالد حلوه جدا. تعالوا نشوف ايه هي المقادير معايا، سهله سريعه. هنجيب اربع قطع من الستيك، هنشيل منه الدهن خالص، مش عايزين دهن فيه تماما. وعندي الجزر، بصوا بقى كده الالوان وبصوا شكل الستيك حلو قد ايه وهو احمر، مش عايزه دهن خالص فيه زي ما انتم شايفين دلوقتي قدامكم على الشاشه. وعندي الجزر متقطع جوليان، وعندي الكرنب الابيض، الفلفل، وزي ما انتم شايفين الخس، الجرجير، صويا صوص، زيت الزيتون، سمسم، سكر، ليمون، ملح، والفلفل الاسود. تعالوا نشوف اول حاجه هعملها، وهجيب برضو البصل والثوم زي ما احنا شايفين هيبقى صحيح كده. اول حاجة خالص هعملها هجيب الستيك اللي عندي وهحطه ملح تمام. هجيب هنا الشواية وهحط فيها الزيت، هجيب البصل والثوم، وهجيب الستيك بتاعي وهيتحط كده بياخد ايه الشوية المظبوطة. حلو قوي. تعالوا بقى هجيب هنا الجرجير احطه هجيب الخس كده والكروم الجزر هيتقطع زي ما احنا شايفين صوابع رفيعة خالص خالص مع الايه الفلفل الاحمر اهو كده.
شوفوا قد ايه. هاخد هنا ده. يلا ايوه، عايزين لونها يبقى بينك زي ما انتوا شايفين كده. كده نقلبها. بصوا بقى جمال اللحمة وهي متقطعة معايا ولونها بينك حلو جدا، ميديم ويل. لو عايزينها تبقى مستوية اكتر شوية هنسيبها شوية. خلاص كده انا عندي هعمل بقى الصوص بتاعي. هحط صويا صوص وهحط معاه شوية من السكر، هحط السمسم، هنحط الخل، وهنقلب كويس قوي مع بعض. شويه من الليمون، هضيف شويه ميه بسيطه جدا اهو بس كده اكثر ايه الحديه، وهسيب الصوص يعمل معايا، وهجيب بقى الستيك بعد ما ايه بسيبه كده يريح لازم شويه قبل ما ايه نحطه، وهنحطه على السالاد اهو كده. الصويا صوص مع السكر الخل السمسم بيعملي ترياكي صوص بيطلع حلو جدا اهو كده. وانا بس بجيب المعلقه بقى وايه بحط على الوش اهو كده الصوص اهو حلو قوي. واللي عايز يزود معاه شوية ثوم ممكن يزود معاه شوية من الثوم. كده عندي السالاد جاهزة، نقلبها على الناحية الثانية وبعدين نسيبها ترتاح. تعالوا نشوف بقى عملنا مع بعض ايه. عملنا مع بعض النهاردة أول حاجة كانت التورتيلا، تورتيلا
بطريقة لذيذة جدا مع الأفوكادو والبطاطا، حلوة سهلة سريعة وطعمها مختلف بالجبنة الفتة. وعملنا مع بعض الستيك سالد بطريقة لذيذة جدا، ممكن الصوص نغيره خالص لحاجة سهلة بلسامك أو الدبس الرمان برضو تطلع حلوة جدا بنفس المقادير بالظبط، بس هنغير الصوص بتاعها. أتمنى يكون وصفات سهلة سريعة عجبوكم، جربوهم وبعتولي دايما على صفحة البرنامج عمايل إيديا على فيسبوك وسي بي سي سفرة على إنستغرام، واستنوني إن شاء الله في حلقة جديدة من عمايل إيديا.